ماذا عن خارج المسجد في الأسواق حين تتبرج المتبرجات وفي المستشفيات حينما تراها تكلم زميلها وكأنه زوجها أو أكثر من زوجها؟ هنا أخواتي الغاليات يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، حديث صحيح. يعني إذا رأيت المرأة متبجحة، إذا رأيتيها متبذلة في لباسها وفي كلامها وتأخذ مع الرجال وتضحك وترفع صوتها هنا وهناك، فاعلم أنه قد رفع إيمانها بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع حياؤها. ويقول عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي روحي له الفدا، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء والجفاء في النار. ويقول في الحديث الآخر في حديث أنس الصحيح ما كان الحياء في شيء إلا زانة، وما كان الفحش في شيء إلا شانة، والحياء لا يأتي إلا بخير، فمتى ما رأيت الناس يتبدلون في ملابسهم ويفتحونها من هنا وهنا ويقل الحياء فاعلموا أن ما فتنهم الشيطان، وهذه هي بداية الخسران. وإذا كان الناس كلهم أو أكثرهم يفعلون كذا فربي يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون.